يو الدراري، السلام عليكم. كي داير؟ صحيحه؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل على خير وبخير، وحشكم بزاف صراحه الله. ولاني هذا الفيديو سبيسيال بزاف، يعني غادي يعجبكم بزاف. علاش؟ لانه جا فوقته، لان بزاف د الحوايج تغيروا بالنسبه للقوانين ديال المطر. وحاجه اخرى هو انه بزاف د الاخوه اضطريت انني نضغط على نفسي، واخا والله العظيم ما عندي الوقت باش انني ندير فيديوهات. كنت باغي نخليهم ان شاء الله حتى لاخر الشهر. وبمناسبه انني دويت لكم على هذه القضيه، هو انه اي واحد تيتصنت لهذا الفيديو فانت يعني عزيزين عليك المطر، فخصك دير ابوني. علاش؟ لانه في اخر هذا الشهر هذا غادي يكون واحد التغيير كبير بالنسبه للموتور ديالنا اللي في القناه. غنجيبوا واحد الموتور اخر ان شاء الله اللي غيكون جديد، اللي غنديروا عليه بزاف ديال الفيديوهات. فحاول تكون انت من الاوائل ان شاء الله اللي غادي يشوفوه. فما تنساش انك دير ابوني ودير واحد اللايك ان شاء الله الفيديو، وعلى بركه الله. فالفيديو ديال اليوم ما غاديش نطول عليكم بزاف. الفيديو ديال اليوم غادي نحاولوا نهضروا على كيفاش تشري موتور مستعمل والقانون الجديد اللي ولا حاليا. فعلى بركه الله، قبل ما غنبداو ان شاء الله نهضروا على لي زيتاب كيفاش غتاخذ الموتور الى اخره، غنحاولوا نهضروا على واحد العقليه اللي صراحه الله اللي بزاف يعني خصها تغير بزاف. وانا غنحاول معكم ان شاء الله نحاولوا نحللوها انا وياكم باش نحاولوا نفهموا كيفاش القصه ديال الامر. اول حاجه هو انه كيف كتلقى بزاف ديال الناس في لي جروب او في المنصات اللي كيبيعوا فيهم الناس، وهذا حاطين مطر باثمنه اللي كتفوق الثمن ديالو هو جديد. فعلى سبيل المثال كتلقى بنادم حاط، بحكم يعني حنا كنخدموا على السيماتي مونستر، كتلقى مثلا واحد السيد هي كدير مثلا جديده كدير 17000 درهم مثلا، فكتلقى ان واحد الشخص حاطه مثلا ب 20000 درهم، وكاينين اشخاص اللي حاطين حتى ب 22000 درهم. فكتقول يا اما كتبدا تضحك، يا اما كتبقى تقول له واش انت حماق كتطالب فيه ثمن اكثر من ثمنه. وهذا فهاد العقليه اللي خاصنا الصراحه الله نغيروها. علاش؟ لان هذاك اللي كيقولها اول حاجه ما كيحطش راسو بلاصه داك الشخص، وثاني حاجه ما كيبدلش واحد 1% انه يدخل ويهضر مع داك الشخص يقول له علاش اخويا طالب هاد الثمن في ديك الموطور. فاحنا غادي نحاولوا نمشيو طاب باش نفهموا القصه كيفاش. الموتور خديناه سيدي جديد ب 17000 درهم، حنا كنهضروا في الجديد، شريناه ب 17000 درهم ب 50 سي سي. غتمشي به ب 50 سي سي فمستحيل، ومن سابع المستحيلات انك تمشي بالمونستر ب 50 سي سي. فطبيعه الحال يا اما غتبريباري يا اما غطيح ماكينه وتجيب ماكينه اخرى. فاحنا غنهضروا على النوع اللي كيطيح ماكينه ويجيب ماكينه اخرى. حنا غادي نقولوا اسيدي هذا السيد غادي يدير لا اقل ما يمكن، غادي يدير لا صاش اللي هي كتراوح الثمن ديالها ما بين 3000 حتى 3500 درهم. ما بغيتش نعطيكم الثمن تقريبي، ولاني انا حاولت ندير لكم ما بين 3000 حتى 3500 درهم كلها باش كيديها. فإلا زدنا على ديك 17000 درهم فحنا علينا دخلنا في 20000 درهم. فما غاديش نهضروا على لي ديتاي الاخرى اللي كيكونوا بياس دريزوما، كيكون بنادم تيتهلا في موتور كيدير بوانيات دريزوما اوريجينال، كيدير مرايات اوريجينال، كيدير يعني كيدير دي موديفيكاسيون على موتور اللي كتسوى الثمن، بحال مثلا كيصبغ الروايط كيدير، فهمتي يعني بزاف د الحوايج كيخلصها على ذاك الموتور. تيكون الموتور ماشي اكسيدون، ما دايرش في شي اكسيدون، تيكون ما طايحش به، تيكون باقي جديد الموتور. فعلاش انا غادي نضطر انني نبيعو بقل من الثمن الجديد ديالو، وانا خاسر عليه فايت 20000 درهم. فانا كنطلب الثمن اللي انا كنشوف طبيعي انه الثمن ديالو، انا خاسر عليه مثلا 22000 درهم، فكنطيح ديك 2000 درهم وكنبيعو ب 20000 درهم. فماشي ضروري انك تقول راه غالي بزاف على الثمن الجديد وهذا، فالانسان كيكون خاسر عليه. ولا بغيتي تكومونتي شي واحد ولا تقول لشي واحد شي هضره مثلا، حاول غير تتواصل معاه ويحاول يشرح لك، فغادي يقنعك طبيعه الحال، غادي يقنعك علاش طالب ذاك الثمن. فهذا من ناحيه. غادي نجيو دابا الاخوه ديالي نهضروا على بغينا ناخذ سيدي موتور مستعمل، شنو كندير؟ كاينين جوج حالات. كاينه في الحاله الاولى اللي غنبداو بها، هي شخص ما كيعرف والو في المطر، ما يعني ما اول موتور ديالو هذا. فهو نعطيه نصيحه بسيطه ما غاديش نطول معاه، هو انه يا اخي غادي تمشي تشوف واحد الشخص اللي كيكون في صحابك تيعرف الموتور، عنده درايه بالموتور، او شي سيكليست صاحبك يمشي معاك يشوف لك الموتور. ما تغامرش، لان كاينين بزاف القصص اللي صراحه الله كيبكيو، يعني بنادم مشى لرزقو دا موتور مدقوق، دا بزاف د الحوايج، موتور مسروق، فهمتي بزاف د الحوايج. فدي معاك الانسان اللي كيعرف.
النوع الثاني هو اللي كيفهم شي شويه فغنجيو نهضروا انا وياه شي شويه كيفاش تقلب الموتور. اول حاجه اخويا فاش كتمشي باش تاخذ الموتور كتشوف واش داكشي اللي قال لك الشخص، هذه اول حاجه، واش داكشي اللي قال لك الشخص في الشاط، لان اي واحد كيبغي يدي شي موطور كيبدا يقل يشاطي مع داك الشخص اللي غيديه معاه، تيبدا يقول له دي شنو فيه شنو درتي فيه شنو زدتي فيه، تيبقى الاخر عاوتاني كيمدح له الموطور ديالو تيقول له راني بدلت رويطه راني درت سلسله راني بدلت ماكينه راني بدلت كيدون راني درت هذه. فاول حاجه ملي كنمشي نشوف داك الموطور اللي هضر لي عليه داك الشخص كنحاول نشوف داكشي اللي قال لي في الهضره واش هو اللي كاين بالفعل بما فيها ليطا ديال الموطور، تيقول كل موطور غنقي ما فيه حتى شي خبشه وهذا. فإلا لقيت ولو انا تنقول لكم الاخوان ولو غير كذبه بسيطه، يعني قال لي مثلا مثلا راه ما فيه حتى شي ضربه ونمشي نلقى مثلا شي حاجه مهرسه ومسوديه ولا شي حاجه هذا، فندير بناقص، لان اي حاجه اخوتي كتبدا بالكذوب كتسالي بالمشاكل، فهمناش فهمنا. فما عندكش لاش الا شي حاجه خاسره ما تقولهاش لذاك الشخص، بغا ما بغاش رزق الله مهرس له مثلا الفورج ومسوديه له، مهرس له خويا الفورج ومسوديه، ما عنديش لاش نكذب، غيجي مول داك الموطور وغادي نطلب ثمن معقول اللي غادي يجي مول داك الموطور، فهمنا الاخوان ما نكذبش داكشي اللي كاين نقوله. مثلا مشينا شفنا كلشي داكشي اللي قال هو اللي كاين بالفعل، فاول حاجه كنبدا نشوف الموطور واش بلاكه كبيره ولا بلاكه صغيره كيف ما كيقول، لان كاينين شي مطار حنا غنهضروا على المطار اللي ما داخلينش في هذا المونستر هادشي اللي عاد خرج 2022 2021 هذا، غادي نهضروا على المطار اللي قدام باش كلشي يستافد. كاينين شي مطار بحال دابا مقلم من 2015 وقيله ولا قل من 2016 اغلبيتهم كتلقاهم بلاكه كبيره، فما تقدمش. اول حاجه حاول تشوف الوراق ديال الموطور، حاول تشوف ديك البيسرينه ديالو النوامه ديالو واش هما هذوك، الى وصلتي مع ليطا الاخره ديال باش تشري حاول تمشي ما فيها باس تمشي انت ويا لا فيزيت تقصي على راسك لان راه غتعطي الفلوس. اتفقتي معاه لقيتي ان الموطور بلاكه صغيره شي داكشي اللي قال لك لقيتي انه ماشي كذوب، كنمشيو للماكينه كان اول حاجه قبل كل شيء كنقلب الباتري، اول حاجه كنقلب الباتري كندير كونتاكت كنشوف الشعله ديال الكونتور واش باهت واش شاعل ناصع واش هذا، كنضرب الضربه ديال كنضرب الضربه ديال الموطور كنسمع الضربه ديال الموطور، كاين بعض المرات الماكن اللي كتسمع غير الضربه ديالو الاولى كتسمع التسرسير فهمتي، كتسمع التسرسير كتسمع التخرشيش صافي باين شنو كاين، كاين عاوتاني كضرب مع الدقه الاولى فهمتي كيدير ماش، كاين اللي كتبقى حتى تيدير ماش على مده، كاين اللي كيقول لا ما خدامش داكشي كاع ضربي بالمانيفيل يعني الباتري خاسر، تفهمنا الاخوان. فاول حاجه كتشوف الباتري وتتسمع الدقه ديال الماكينه في الديماراج الاول، تفهمنا ولا تفهمناش. من بعد كدور كتشوف الروايد، كتشوف الروايد واش ممسوحين واش ما ممسوحينش، تفهمنا. من بعد كدوز كتشوف واش كاينه شي بلاصه فيها السدور، نقلب نتحنا الا كاين الا مشيت عندو بالعشيه ندير البيلون نشوف شي بلايص البلايص اللي كيكون فيهم السدور اللي كيكون الموطور مسودي منه، كنشوف ياك ما مهرس ياك ما هذا ياك ما طاح بيه بنادم ياك ما اكسيدون ياك ما هذا، تفهمنا الاخوان. من بعد كنجي كنشوف كنقول له دير له اماش كنركب هذا كنركب معاك كيركب اغلبيه خصو يركب معاك يعني ما خصكش تركب بوحدك صراحه هاد الله هاد القضيه حتى هي تنديرو فيها غلط كبير، وانا بحال بنادم تيبغي شي تيقول له راه نجرب لك لا يجرب لي يطلع معايا، فهمتي كيفاش؟ اولا باش ما تحرجوش، ثانيا باش ما فهمتي باش ما يطراش شي مشكل، راه بنادم تيكون بعض المرات اول موطور ليه وهذا يقدر يدير شي غلط الا كان معاك مول الموطور فكيحاول يعتق الموقف، ماشي بحال حيت تكون بوحدك وهذا الله يستر تقدر طيح به تقدر بزاف هذا وتكون من مشكل يعني من حاجه بسيطه غتكون داير مشكل كبير، فيطلع معايا داك الشخص يقول لي المسائل كيفاش. بحال دابا كاينين شي دراري ما تيعرفوش لومبرياج يقول لك اودي واش كاين لي، بحال دابا كاينين مواكن ديال بحال دابا مثلا سبايدر كاين عندها بحال يعني غادا بالسيستم ديال المطر ديال الشينوا عندها بامول فوق وكل شيء لتحت بروميان دوزيام كل شيء لتحت، عاود كاين اللي عندها سيستم بحال المطر كبار كاين اللي عندها بروميير لتحت وكل شيء الفوق، تفهمنا الاخوان. فغات كتسولو هذا كتركب معاه كتجي الدويره، ديك الدويره كيبان لك شنو كاين، كتسوق الموطور كيبان لك شنو كاين، ما يكونش فيه ما يكونش كيفيبري الكيدون هذا، حاول ما تقبطش مزيان في الكيدون قبط غير شي شويه شوف واش كيجرد شي بلاصه، تفهمنا اخي. فالامور واضحه وباينه. من بعد كنساليو تقلاب الموطور مزيان كلشي مزيان، كنشعل الضو الكاتر سينيال كنشوفهم مع السينيال اللي من اليسار كنشعل الضوا وكنشوف واش ما محروقاش شي بولا، يعني هادو امور واضحين فهمنا اللي باينين. اش كندير؟ كنمشي كنشد الوراق كنفيريفيهم واش داكشي
اللي عندي في الوراق واش هو، لان هذا المشكل هو اللي بغيت نهضر عليه بزاف، هو اللي طال داي بزاف يعني، اللي راسلوني باش ندير هذا الفيديو. حاولوا دري تاكدوا في هذاك رقم الاطار، شوف قلب عليه هو غيكون ملموطو عارف بلاصتو مليار في المية. فقول له فين كاين اخويا هذا رقم الاطار، يقول لك هنايا. نحاول نتشيكي داك رقم الاطار نشوف واش هو اللي كاين عندي في الروسي، الا كان عندي مثلا شهاده الملكيه ولا عندي الكارت كريز، غنحاول نتشيكي نشوف داكشي واش داكشي اللي عندي تماما هو اللي كاين في رقم الاطار. تفاهمنا سالينا هذا، غنمشيو نتكاتبوا هنا فين تم تغيير القانون. كاينين جوج حالات، كاين الحاله الاولى الى الشخص خجلوا البلاكه، غنمشي غنتكاتب معاه عادي جدا بالقوانين العاديه جدا، يعني غادي نمشي انا للبلديه غادي نعمروا الورق ديالنا الى اخره. في كاين تغيير، التغيير اللي لقينا مؤخرا وكاين بزاف ديال الناس يعني طاحوا فيه، هو انه كيدير له التزام لاخر، عاوتاني كيدير له وكاله باش لاخر تيق واحد الشخص يعني داك اللي كيشي موالف كيجي كيدير واحد وكاله اللي غادي يبيع كيدير الوكاله، واللي غادي يشري كيدير التزام الوكاله بالبيع بالبيع والشراء وسياقه الدراجه الناريه. وكاين يعني الشخص الاخر اللي غيشري الموطور كيدير التزام بسياقه الدراجه الناريه. كيفاش ديك اللي كيدير اللي كدير انت اللي غادي تبيع ديك الوكاله، فهاديك اول حاجه انك كتعطيه الحق انه مثلا انت ما عندكش البلاكه، منين تخرج لك البلاكه انه يقلب الموتور بسميتو راسو بلا ما يحتاج لك، ياخذ البلاكه راسو يدير بزاف ديال الحوايج راسو، فهمتي، ما يحتاجكش انت. والالتزام اللي كيعطيك هو بانه الا تحميك بزاف، بحكم انت لما نقبطوا بلاكاس ضرب شي حد حصلوا كيسرق بالموتور، تفهمنا، حصلوا في الموتور شي حشيش داخله شي حاجه، الموتور ماشي ديالي، عندي التزام، كيبقى عندك داك الالتزام كتحمي به نفسك قدام يعني القانون، يعني في اي حاله من الحالات كيف ما بغات تكون. تفهمنا الاخوان، فين كاين البروبليم هو انه حاليا ما بقاتش هذه القضيه، ما كاينش البيع، ما كاينش وكاله ديال البيع والشراء الاخوان، ما بقاتش تماما، ما كاينش اللي غيديرها لك واخا تمشي فين ما مشيتي، ما بقاتش هذه الوثيقه. وحتى وكاله ديال السياقه ما بقاوش كيبغيو يعطيوها، يعني الا عطاها لك شي واحد فكون على يقين راه دار معاك المزيان. وكاله السياقه ما بقاوش كيعطيوها الا قلت لك الا عطاها لك شي شخص فراه مزيان، تيقول لك الا بغى يسوق الموطور عطيه يسوق الموطور بالوثائق ديالك وصافي. فهمنا، ما بقاوش كيبغيو يعطيو باش كل واحد يخلي عنده الموتور ديالو، ما فهمتي، ما يعطيش شي واحد موتور اخر، بقاو فيهم مشاكل. تفهمنا ولا تفهمناش؟ فكحل بسيط، كحل بسيط الاخوان، هو انه كتمشي كتكتب يعني اللي باغي يبيع الموتور ديالو ما خجلوش الوكاله، ما خجلوش عفوا، ما خجلوش البلاكه، ما هو ما خجلوش الكارت كريز. شنو كيدير؟ كتمشي للبلديه كتصاوب وثيقه كتكتبها عند الكاتب العمومي سميتها وكاله ديال سياقه الدراجه الناريه او وكاله الدراجه الناريه، وكاله للدراجه الناريه، ما كتكتبش فيها بيع. وكيكتب وداك الكاتب العمومي كتقول له دير لي اخويا غير السياقه باش يسوق هذا السيد الموتور ديالي، بحكم ممكن داك الشخص بعيد او مثلا بغيتو يبقى يخدم لي بيه يليفري لي بيه وكذا وهذا الى اخره، فما كاين بزاف الحالات اللي ممكن تقول له، فهمتي. الالتزام كيديروا لك، هو الالتزام ضروري يديروا لك، بما انك دير الوكاله فضروري يدير لك الالتزام، بحكم انه يعني داك الموتور عنده ولا وقعت شي حاجه كيتحمل مسؤوليته هو. تفهمنا، فكدير فقط الوكاله بسياقه الدراجه الناريه. شنو اللي كيكون مهم؟ كيكون مهم ان تكون الثقه، علاش قلت لكم في الاول الثقه، خص تكون الثقه بينك وبين داك الشخص اللي غادي ياخذ من عندك الموتور. فكدير له الوكاله ديال السياقه الدراجه الناريه وكدا يدير لك هو الالتزام، كتشد انت ديك الوكاله كتخليها عنده هو باش يسوق الموتور على ما تخرج البلاكه، وعاود هو كيخليك داك الالتزام، كتمشيو عند السيد اللي كيكتب الماطر كتكتب انت وياه ورقه، هذيك الورقه الصغيره ديال بيع الدراجه الناريه هذيك كتبقى عنده باش كيقلب الموتور ملي كتخرج له الكارت كريز كيقلبه بسميتو صافي. ولكن خصك تكون الثقه، علاش؟ لانه الا ما كانتش الثقه باش تكون على يقين، فهذاك السيد راه ما كيتسماش بيع لك، يعني راه من غدا يعني تعطيه انت الفلوس من غدا يديكلاري بك على انك دير له موطور ياخذ موطور ما تسال والو. ولكن ملي كتكون الثقه هنا فين، علاش قلت لكم خذوا من عند الناس اللي كتكون ثقه،
كدي انت ويا ديك الوكاله ديال السياقه كتبقى تسوق الموطوع هذا، الموطوع ديالك انت خلصتي له، هو عطاك انت عطيتيه الالتزام وعطيتيه الفلوس، هو عاود عطاك الوكاله وعطاك الورقه ديال البيع ديك هذاك، واخا داك الورقه البيع ما عندها حتى شي يعني ما عندهاش شي وزن بالنسبه لانه الا بغى موطوع، فهمنا؟ فهي مساله الثقه وصافي، فهمنا الاخوان؟ صافي كيبدا يسوق، ملي كتخرج الوكاله ديك تخرج، عفوا سمحوا لي، كتخرج ديك الورقه ديال الكاد غريز ديال بسميتك، كيجي عندك هو المدينه اللي انت فيها، كتمشي تخرج له الكاد غريز وتمشي تخرج له البلاكه وكتقلب له الموطو ديك الساعه عادي جدا، كتقلب له البلاكه الكاد غريز بسميتو وكتتبع المسطره عاديه كان. يعني يعني الموضوع اللي غنهضروا عليه اليوم هو انه ديك الورقه اللي مولف الاخوان اللي فايت باع بديك الورقه ديال وكاله بيع وسياقه الدراجه الناريه راه ما بقاتش، وديك وكاله سياقه الدراجه الناريه راه ما بقاتش. فقلت لكم اللي دار معاك المزيان فراه خاصك تحمد الله وتشكر يعني اللي كتب لك هذيك، فراه قليل اللي كيبغي يكتبها حيت راه منعوها ممنوعه منعا تاما، فهمنا الاخوان؟ فنتمنى ان شاء الله تكون الفكره وصلت، نتمنى ان شاء الله يعني نكون فتكم في هذا الفيديو، فنخليكم على خير ان شاء الله، وتحيه لكم ان شاء الله الفيديو القادم ان شاء الله.